هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة فور شباب في برنامجنا برنامج يوتيرن. معايا أحمد عبد الله كالمعتاد كل اثنين احنا معاكم. برنامجنا السهل خفيف بسيط، كل اللي عليك انك تتصل على الرقم اللي حيظهر أسفل الشاشة. الرقم سهل 7 3 0 1 0 8 1. طبعا المسابقة عبارة عن شوية معلومات حلوة حتاخذها إن شاء الله معانا وحتستفيد فيها خلال ساعة ونص. عندنا كل اثنين البرنامج من الساعة 10 للساعة 11:30، وبإذن الله تعالى حنستمتع سويا. كل اللي عليك تتصل على الرقم اللي قلته قبل شوية وحرجع أقوله ثاني 7 3 0 1 0 8 1. إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال، ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال على الأرقام اللي حتظهر أيضا أسفل الشاشة. طبعا نحن نسعد بتواصلكم الجميل واتصالاتكم خلال الساعة والنص، وبإذن الله تعالى زي ما وعدتكم ما عندنا أحد خسران. كل اللي عليك أنك تنتبه عندما تختار رقم من 1 إلى 9، أنت بتختار رقم يظهر لك فيه ساهر، عشان لو صادك ساهر أنا ما حقدر لا أساعدك ولا حقدر يعني أقدم لك أي شيء. كل اللي عليك بس أنك أنت تتصل واختار رقم من الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. طبعا احنا كل اثنين نستمتع باتصالاتكم الجميله ونستمتع ايضا بالتواصل الرائع منكم، وايضا اتكلم انا عن الشباب اللي بيكلمونا على التويتر. طبعا حسابنا في تويتر وحسابنا في فيسبوك للقناه فور شباب وحسابي ايضا الشخصي. في ناس كانوا زعلانين ما بنتصل عليهم، هو بنتصل بس بعض الاحيان يكون في ضغط في الاتصالات، فيعني اذا ارسلت مثلا اليوم ممكن نتصل بك اليوم باذن الله، وإذا ما كان في متسع قطعا إن شاء الله حنتصل بيك في الحلقة القادمة. الأرقام سهلة، كل اللي عليك إنك تتصل. الرقم سهل 7 3 0 1 0 8 1، ونسعد باتصالكم الجميل. ومعانا تماضر، حياكم الله تماضر. ألو تماضر، ألو آوت، أول اتصال راح، ما في مشكلة. إذا كانت الأرقام مشغولة يا جماعة أرسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال. وأشكر كل شخص أعطاني رأي أو وجهة نظر على تويتر وأقول له على عيني وراسي، وبإذن الله تعالى أكيد نقدكم هو الشيء اللي بيدعمنا وبيعرفنا خطأنا على قولتهم، وبإذن الله تعالى حنحسن ونطور أكيد من البرنامج ونسعد بالتواصل الجميل منكم. طبعا إحنا كل اثنين نتكلم عن مواضيع متفرقة. اليوم يعني ما كنت مجهز شيء، بس في الطريق يعني صار موقف كذا حبيت اني قلت اتكلم عنه. بعض الاحيان في ناس يكونوا هم مستعجلين يؤذوا اللي حولهم بدون ما يشعرون، يعني انا اكون مستعجل فتلقاني ادخل على واحد مثلا رجل كبير في السن، ممكن اذا دخلت عليه بشكل خاطئ ممكن ينفجع مسكين، ما ادري يصير شيء، عنده مشكله في القلب، عنده مشكله صحيه تفجعه، فانت ضريته، يعني ضريت اللي حولك كلهم. فاذا كنت مستعجل اخرج قبل مشوارك ب 15 دقائق عشان ما تكون مؤذي للاخرين. معانا عبد الله، حياك الله عبد الله. الو عبد الله. الو، حيا الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك عبد الله؟ والله بخير الحمد لله. من اي منطقه تكلمنا؟ جده. جداوي، كيف الاجواء هذه الايام؟ حلوه في جده. اي والله. طيب في اي مرحله تدرس ولا موظف؟ لا اولى ثانوي. اولى ثانوي، ان شاء الله السنه الجايه علمي ولا ادبي؟ لا ادبي. ادبي ان شاء الله. طيب عارف اللعبه ولا ندخل على طول؟ لا ادخل على طول. ادخل على طول، اعطونا ارقامي كنترول لابو عابد. حبيبي انت اول متسابق، وهذه اللوحه الاولى عندك من 1 إلى 9. ساهر موجود، سالك موجود، ان شاء الله يكون من نصيبك. اختار رقم. طيب 9. 9، يلا 9 يا رب، مو ساهر عشان نستفتح كذا على قولتهم. حلو،
نيجاتيف، هتظهر صورة لشخصية معروفة، عليك انك تتعرف على هذه الصورة. الجايزة كوبون من فور شباب كافيه وعندك 40 ثانية. هذا منشد معروف قديم مخضرم صوته جميل ولو انشودة معروفة عن مكة، عرفته ولا اساعد كمان؟ والله نسيت اسمه، معروف. اي هو اماراتي ولقبه الصافي، وش اسمه الاول؟ محمد الصافي ولا اسامة الصافي؟ اسامة الصافي، الله عليك تستاهل كوبون من فور شباب كافيه. شكرا شكرا لابو عابد. ومعانا سعيد، حياك الله سعيد. الو سعيد. الو، هلا والله بسعيد. الله يحييك، كيف حالك يا سعيد؟ بخير الحمد لله. من اي منطقة تكلمنا؟ من وادي الدواسر. هلا والله باهل وادي الدواسر كلهم، كيف الاجواء عندكم، باردة؟ والله باردة. باردة مرة؟ اي والله مرة. في اي صف ولا في اي مرحلة؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط، ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا سعيد. سعيد عارف اللعبة؟ اي عارفها. ناخذ الارقام يا كنترول للحق سعيد. طيب سعيد، عندك من 1 إلى 8، ساهر موجود وسالك موجود، اختار رقم. انتبه من ساهر، ها؟ طيب طيب يلا. رقم 5. رقم 5 يقول، حلو، اسأل على الجواب، أعطيك إجابة وإنت تكون من هذه الإجابة سؤال. الجائزة 100 ريال سعودي، عندك 40 ثانية يا سعيد. طيب الإجابة زئير، كون سؤال هذه الإجابة. ما هو صوت الأسد؟ الله عليك، هذا خطير، ما ساعدته. 100 ريال تستاهل يا سعيد. يعجبني اللي ما غششوا، لأنه العادة كلهم أنا اللي أجاوب. فنقول لك مبروك يا سعيد، وإن شاء الله تتصل مرة ثانية وبرضو حنساعدك يا حق سعيد. طبعا ذكركم بالأرقام، الرقم سهل، 7 3 0 1 0 8 1. إذا كانت أرقامنا مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتر وعلينا الاتصال. أنا كنت أتكلم عن موضوع مضايقات الناس في الخطوط العامة أو حتى الخطوط الفرعية في الأحياء. يعني بعض الأحيان تكون في خط ضيق ما يتحمل إلا سيارتين، يجيك واحد هو مستعجل لأنه هو خارج متأخر فيضايق على اللي حوله كلهم. ناخذ عبد العزيز ونكمل. حياك الله عبد العزيز. ألو عبد العزيز. ألو، هلا والله عبد العزيز. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طيب الحمد لله بخير. أي منطقة تكلمنا؟ من المدينة. مدينة مدينة يا؟ أيوه. كيف المدينة وأجواء المدينة وأهل المدينة؟ والله برد، والله شوية برد شوية. ها؟ إيه يعني زي جدة، شوية برد وشوية حر، صح؟ أيوه أيوه أيوه. الله يعطيكم الخير حق البرد ويبعد عنكم شر الحر. حبيبي. أمين أمين. عارف المسابقة؟ أيوه عارفها. أول مرة تشارك معنا شكلك يا عبد العزيز. أيوه أول مرة أشارك. حتفوز. أعطونا الأرقام يا كنترول للحق يا عبد العزيز. عبد العزيز انتبه من ساهر عشان تفوز. سالك موجود إن شاء الله يكون بنصيبك. عندك من 1 إلى 8، 5 راح. اختار رقم. ثلاثة. رقم 3. رقم 3 وإن شاء الله يكون يلا عبد العزيز، معليش والله أنا ما أحب إنه اللي يتصل لأول مرة ياخذه ساهر، لكن ظروف اللعبة وشو يعني لكل واحد حظ. يعني أنت حظك جامعة ساهر. أريج، كيف حالك أريج؟ ألو ألو. أيوه هلا. كيف حالك أريج؟ طيب الحمد لله. من أي منطقة تكلمينا؟ من الرياض. الرياض، أول مرة تشاركي معنا؟ أي والله أول مرة. حتفوزي بإذن الله يا أريج. إن شاء الله بإذن الله. ساهر من حظك الطيب راح، مسكين أخذ عبد العزيز. صحيح. طيب سالك موجود إن شاء الله يكون من نصيبك، حتفوزي من غير ما أسألك. ورقمك راح. وراحت أريج. يلا ما في مشكلة، عاودين الاتصال يا أريج. ذكركم بالرقم، الرقم سهل، 7 3 0 1 0 8 1. إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل SMS مبتدئ بيوتير وعلينا الاتصال. أكمل موضوعي لأن الموضوع فعلا عجبني. باختصار أنا بتكلم عن مضايقات الناس للآخرين في الشوارع.
معنا عبد الرحمن، ناخذ عبد الرحمن ونكمل بعد عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، شلونك انت؟ طيب. لا شكلك نايم عبد الرحمن، ارفع صوتك ترى ماني سامعك. هلا والله. ايوه عبد الرحمن، في اي صف؟ في اي صف؟ خليتني. ثاني ثانوي. ثاني ثانوي، علمي ولا شرعي؟ لا لا علمي. من الشرقيه انت قلت لي؟ ها من اي منطقه؟ لا لا من الرياض. من الرياض. اول مره تشارك معانا؟ ها لا ثاني مره. ثاني مره. اول مره فزت؟ ايه. وحتفوز النهارده باذن الله يا عبد الرحمن. باذن الله. ناخذ الارقام يا كنترول لعبد الرحمن ونشوف. عبد الرحمن ساهر راح، سالك موجود، ان شاء الله يكون من نصيبك. عندك 1 2 4 6 7 8، اختار رقم. 4. 4. سيارتك ب4 على ما يقولون. الكلمه وعكسها، اعطيك كلمه تعطيني عكسها. سهله، الجائزه 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانيه. عكس كلمة أمن. خوف أو رهبة. خطر. يلا حلو، ما في مشكلة، جبت القريب منها. عكس كلمة غروب. وشي؟ عكس كلمة غروب. إيوه مظبوط. شروق. شروق، شككتني. عكس الفشل النجاح. 100 ريال تستاهل. الله عليك. الله عليك يا عبد الرحمن، مبروك، تستاهل 100 ريال مقدمة من الرعاة، مشكورين. معانا شهد، حياك الله شهد. شهد. ألو. ألو، كيف حالك يا شهد؟ الحمد لله. كيف صحتك، طيبة؟ الحمد لله بخير. من أي منطقة تكلمين يا شهد؟ من الجوف. من الجوف، ما شاء الله. أستاذ أحمد. أيوة. أتمنى ما يجي لي نيجاتيف لأن ما عندي تلفزيون. الله، نيجاتيف راح وما حيجي لك نيجاتيف، وليتك جنب التلفزيون. يلا بس انت عارفه اللعبه يا شهد؟ ها ايوه. يلا اعطونا الارقام يا كنترول لشهد. شهد عندنا 1 2 6 7 8. اختار 8. الله ما شاء الله اختياراتك سريعه. حلو، 8. ايش الصح؟ حاعطيكي جمله يا شهد فيها شيء خطا، عليك انك تتعرفي على الخطا الموجود. الجائزه كوبون فور شباب كافيه، عندك 40 ثانيه. الجملة اللي فيها شيء خطأ هي: تسمى دولة كينيا دار السلام. الجملة هذه فيها شيء خطأ. تسمى دولة كينيا دار السلام. الخطأ. إيش؟ تسمى دولة كينيا دار السلام. هذه الجملة فيها شيء خطأ. إيش هو؟ عيد عيد ما سمعت. تسمى دولة كينيا، هذه دولة في أفريقيا. دولة كينيا تسمى دار السلام. دار السلام؟ هي كينيا غلط، ايش الصح؟ الدار البيضاء. لا مو الدار البيضاء، هي دولة في افريقيا تبدا بتنزا. تنزا، كملي يلا. تنزان. تنزاني. يا ها قلتها. تنزانيا. تنزانيا. تنزانيا، ايوه مبروك. انا اللي جاوبت بس تستاهلي جائزة كوبون فور شباب كافيه يا شهد. ومرة ثانية خليك عند التلفزيون لو أرسلت SMS. معانا ماجد. ها ماجد، حياك الله ماجد. الله يبارك فيك أخوي. كيف حالك أستاذ ماجد؟ خير بنعم الحمد لله. موظف شكلك؟ لا ولا عاطل. عاطل. أوه، تخرجت من الجامعة؟ لا لا من الثانوية العامة. الثانوية العامة. من أي منطقة تكلمنا؟ من المدينة المنورة. مديني، حياك الله وحيا الله المدينة. الله يبارك فيك والله. أول مرة تشارك معانا؟ ها أول مرة. نعم. حتفوزي حقي ماجد إن شاء الله. أنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، لأنه ساهر راح والمسابقة سهلة. وأنت عارف المسابقة عارفها؟ أيوه نعم. يلا ناخذ الأرقام يا كنترول للأستاذ ماجد. عندنا 1 2 6 7. ساهر راح، سالك إن شاء الله يكون من نصيبك، ما أسألك على طول تفوز. 1 2 6 7. أيوه اختار رقم. 1. 1. والله واحد. حلو. النشيد لمين؟ حتسمع انشوده، حتشتغل بالمقلوب، الانشوده حتسمعها مقلوبه. الجائزه 100 ريال سعودي. عندك 40 ثانيه عشان تتعرف على صاحب الانشوده او اسم الانشوده. منشد يمني. عرفته ولا ما عرفته يا ماجد؟
والله ما نعرف أخوي. طيب هو أشهر أو يعتبر من أشهر المنشدين اليمنيين، تعرف المنشدين ولا ما تعرفهم؟ هاني؟ من أشهر المنشدين اليمنيين، عرفته ولا ما عرفته؟ ماجد؟ إبراهيم؟ لا مو إبراهيم، لقبه جوزع، وش اسمه الأول؟ لقب جوزع؟ أيوه، وش اسمه الأول؟ معروف اللقب هذا، عبد القا عبد القادر جوزع؟ أيوه بالضبط، مبروك، 100 ريال تستاهل. نسمع بدي الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. طيب نقول لك شكرا يا ماجد، والانشوده الجميله هذه حقت عبد القادر جوزع وهي قم وحيدا. ونذكركم بالارقام يا جماعه، الرقم سهل 7310081. اذا كانت الارقام مشغوله ارسل اس ام اس مبتدئ بيوتر وعلينا الاتصال. إذا أرسلت SMS خليك عند التلفزيون عشان في مسابقة أو في لعبة تحتاج أنك تكون أمام الشاشة زي النيجاتيف، تحتاج أنك تشوف الصورة وتتعرف على صاحب الصورة. طبعاً للي أرسلوا وما اتصلنا بيهم إن شاء الله بإذن الله حنتصل بيهم، بس إنه بعض الأحيان يكون في ضغط في الاتصالات وبعض الأحيان يعني نكون مشغولين بالاتصالات، فبإذن الله أكيد حنتصل. معانا العنود، كيف حالك العنود؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله. الحمد لله. من وين تكلمين يا عنود؟ من الجوف. من الجوف ما شاء الله. العنود أول مرة تشاركي معنا؟ إيوه. حتفوزي بإذن الله تعالى يا العنود. يلا ركزي معنا وساهر. إيه؟ ساهر راح وإن شاء الله يكون سالك من نصيبك. ناخذ الأرقام يا كنترول للعنود. عندنا 2 و6 و7 يا العنود. ساهر راح، سالك إن شاء الله يكون من نصيبك، اختاري رقم. 2. اثنين يقول الله 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 الله، مبروك، طريقه سالك، ما يحتاج اسالك ولا تجاوبي، 100 ريال تستاهلي يا العنود، مبروك. ومعانا عبد الله، حياك الله ابو عابد. عبد الله حياك الله، كيف حالك عبد الله؟ طيب الحمد لله. عبد الله من اي منطقه تكلمنا؟ من المدينه. من المدينه، اول مره تشارك معانا؟ اول مره اشارك. هتفوز اليوم ما شاء الله ثالث واحد يتصل من المدينة، أنا سعيد بكم وسعيد باتصالاتكم الجميلة يا عبد الله. عبد الله. نعم. عارف المسابقة؟ ايوه عارفة. يلا أعطونا الأرقام يا كنترول لأبو عابد علشان يفوز إن شاء الله. عندنا 6 و7. ساهر راح، سالك 6. راح، اختار رقم. 6. ستة يا أبو عابد، المرايا حتظهر جملة على الشاشة مكتوبة بالمقلوب معكوسة، عليك أنك تقرأها بشكل صحيح، الجائزة 100 ريال وعندك 40 ثانية. أيوة، اقفل صوت التلفزيون أو اخفضه، عليك أنك تقرأها بشكل صحيح، الجائزة 100 ريال. عبد الله اقفل صوت التلفزيون أو اخفضه. قفلته. أيوة الآن يلا اقرأ الجملة اللي طلعت على الشاشة وعليك أنك تقرأها بشكل صحيح وأنا حساعدك. يلا يلا أبو عابد ساعدني. طيب يلا أنت اقرأها سهلة، أول جملة حساعدك. يلا أول كلمة الأمل، إيش الباقي؟ الأمل يخلق دواعي الكفاح. أيوة ما يحتاج أساعدك، مبروك 100 ريال تستاهل. تستاهل يا أبو عابد، مبروك مبروك يا أبو عابد. يعجبني اللي إيه على طول يلقطها ويكمل. معانا لميس. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بلميس. نعم. كيف حالك؟ أنا لميس. كيف حالك؟ الحمد لله. أول مرة تشاركي معانا؟ إيه. بإذن الله حتفوز يا لميس، طيب؟ إيه. لميس أنت سنة كم؟ سنة كم صف؟ بأي صف؟ رابع. رابع ما شاء الله. يلا أعطونا الأرقام يا كنترول للميس وخلونا نشوف لميس كيف تفوز معانا. لميس عندنا رقم 7 هو اللي باقي، طيب؟ خلاص أختاره. يلا وعندنا عواصم ودول، أعطيك العاصمة تتعرفي أنت على الدولة، طيب؟ الجائزة 100 ريال، يعني أقول لك إيش عاصمة الدولة وأنت تعطيني اسم الدولة، طيب؟
العاصمة بيروت، شو الدولة؟ ايش؟ بيروت، بيروت فين؟ لبنان. لبنان، الله عليكي. طيب أنقرة؟ لبنان. أنقرة؟ أنقرة تركيا. تركيا، الله عليكي. أنا حجاوب الأخيرة، أمستردام هولندا. 100 ريال تستاهلي، والله تستاهلي، عجبتني هذه ما شاء الله. أنت حولك 10 يغششوكي بس ما في مشكلة، تستاهلي. مبروك مبروك يا لميس. هاجر، حياك الله هاجر. هاجر؟ أيوه. كيف حالك يا هاجر؟ الحمد لله. أول مرة تشاركي معنا؟ أيوه. من أي منطقة تكلمينا؟ الرياض. الرياض، طيب يا هاجر، عارفة المسابقة؟ أيوه. يلا ناخذ الأرقام يكون ترول لهاجر، بس ارفعي صوتك شوية يا هاجر لأني بالقوة أسمعك. طيب، عندنا لوحة جديدة يا هاجر من 1 إلى 9. ساهر موجود، سالك موجود، انتبهي من ساهر وإن شاء الله تكسبي بسالك. اختاري رقم. واحد. ناخذ واحد نشوف. واحد. طيب، واحد يقول نيجاتيف، صورة حتظهر على الشاشة أبيض وأسود، عليك إنك تتعرفي على صاحب الصورة. الجائزة 100 ريال، عندك 40 ثانية. صاحب الصورة منشد كويتي معروف مخضرم، يعني من القدامى، يعني معروف. ما أدري عرفت الصورة ولا ساعدك أكثر يا هاجر؟ لا والله ما أعرف. طيب، اللقب حيعرفك بالاسم المفروض، اللقب الكندري، إيش اسمه الأول؟ ها هاجر. هلا. اللقب الكندري، إيش اسمه الأول؟ أساعدك أكثر؟ أيوة. طيب، الاسم الأول يبدأ بحرف العين. عادل. ها؟ عادل. أيوة، عادل كندري. يلا مبروك، تستاهل 100 ريال يا هاجر. مبروك وتستاهل، وعاودي بينا اتصال مرة ثانية لأنه قاعدين نغشش. يلا ما في مشكلة. أسامة، حياك الله أسامة. أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أسامة؟ بخير، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. أسامة من أي منطقة تكلمنا؟ من بالجرشي. بالجرشي، هلا والله، حيا الله بالجرشي. من الباحة. من الباحة، حياك الله وحيا الله الباحة. يا أسامة، أول مرة تشارك معنا؟ أيوة. حتفوز بإذن الله إن شاء الله. تجاهز؟ جاهز. إيه؟ يا أسامة؟ أيوة. انتبه من ساهر وناخذ الأرقام يكون ترول لأسامة. طيب. يلا، عندنا من 2 إلى 9. ساهر موجود يا أسامة، انتبه منه وإن شاء الله يكون من نصيبك سالك. اختار رقم. وفي. يلا اختار رقم. 7. أخذ 7 لأسامة. أسامة، إيش الصح؟ هي المسابقة اللي ظهرت معاك، إيش الصح؟ يعني تظهر لك جملة فيها شيء غلط، عليك أنك تتعرف على الصح أو إيش الصح في الجملة، والجائزة كوبون من فور شباب كافيه وعندك 40 ثانية. الجملة الغلط هي مصر هي بلد النيلين، هذه الجملة غلط، إيش الصح؟ ها أسامة؟ طيب استنى. يلا خليهم يغششوك بسرعة عشان الوقت. بلد النيل. إيه، إيش النيلين؟ بلد النيلين. الآن مصر ما هي بلد النيلين، في بلد ثانية هي بلد النيلين، إيش هي؟ في بلد ثانية بلد النيلين. أيوة، إيش هي؟ جنبهم. العراق. يا رجل، هذيك حاجة ثانية. يعني اقول لك جنبهم في افريقيا. يا ايوه بيتكلموا كذا. يا زول، السلام عليكم. ها اسامه. اسامه. ها السودان، صح؟ السودان. السودان، الله عليك، تستاهل كوبون فور شباب كافيه. شكرا لك يا زول على مشاركتك الجميله جدا. ومعانا وفاء. وفاء. أنا. كيف حالك يا وفاء؟ الحمد لله. من أي منطقة تكلمينا؟ السعودية. السعودية، أي منطقة تحديدا؟ الرياض. الرياض، أول مرة تشاركي معنا؟ أيوه. طيب يا وفاء، بإذن الله حتفوزي، بس انتبهي من ساهر علشان ما يصدك ساهر وتنهزمي، وإن شاء الله يكون من نصيبك سالك. ناخذ الأرقام. أعطونا الأرقام يا كنترول لوفاء. طيب، عندنا من 2 إلى 6،
ومن 8 إلى 9 يعني عندك 2 3 4 5 6 8 9 ساهر موجود سالك إن شاء الله يكون من نصيبك اختار رقم 2 2 ناخذ 2 إن شاء الله مو ساهر أيوه حلو النشيد لمين؟ حتسمع إنشودة حتشتغل بالمقلوب بالمعكوس عليك إنك تتعرف يا على صاحب الإنشودة يا على اسم الإنشودة الجائزة كوبون فور شباب كافيه وعندك 40 ثانية منشد إماراتي معروف ما اسمع حزن ها عرفتي؟ لا منشد إماراتي ما عرفته طيب اسمه الأول أحمد إيش اسمه الثاني؟ أحمد إيه بو أحمد بو بخاء ها وفاء أحمد بخاء كملي والله ما عرفته طيب هذا صوته مختلف بخاري ها؟ بخاري لا في الإمارات بخاطر صح؟ بخاطر ايوه بخاطر يلا مبروك يا وفاء تستاهلي انا اللي جاوب لكن تستاهلي نسمع نشوف امي اقبل راسك الزاكي ابثك كل اشواقي وارشف عطر يناك امرغ في ثرى قدميك فهدي حين القاك جميل النشيد قول له شكرا يا ابو خاطر جميل هذا ونهديه لكل امهات تمام ونقول لك مبروك يا وفاء ونذكركم بالارقام الرقم سهل 7 3 0 1 0 8 1 الرقم سهل 7 3 0 1 0 8 1 اذا كانت الارقام مشغوله ارسل اس ام اس مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال واذا ارسلت اس ام اس خليك جنب التلفزيون علشان في بعض الالعاب تحتاج وجوده كمان الشاشه طبعا على السريع نتكلم كذا على الموضوع اللي كنا نتكلم فيه عبد الوهاب الاول عبد الوهاب الاول ناخذ عبد الوهاب ايوه حياك الله هوبه كيف حالك عبد الوهاب ايوه ايوه كيف حالك بخير الحمد لله شاركت معنا ولا اول مره تشارك اول مره اشارك طيب حتفوز باذن الله يا عبد الوهاب ايوه معك اي ما انا عارف ما انت انك معايا خليك معايا وباذن الله حتفوز يا عبد الوهاب ركز معانا وباذن الله حتفوز انت من اي منطقه انا من المدينه المدينه اول مره تشارك ها اي اول مره يلا اعطونا الارقام يكون ترول لعبد الوهاب عندنا 3 و4 و5 و6 و8 و9 يا عبد الوهاب ساهر موجود انتبه منه وان شاء الله يكون من نصيبك سالك اختار رقم 9 يقول المرايا في جملة حتظهر على الشاشة مكتوبة بالمقلوب عليك أنك تقرأها الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية الآن حتظهر الجملة على الشاشة مكتوبة بالمقلوب بالمعكوس وعليك أنك تقرأها بشكل صحيح يا عبد الوهاب الجملة ظهرت ليس المهم أيوة أن يحدث ما يسيء أن يحدث ما يسيء ولكن أيوة الأهم ألا يتكرر حدوثه الله عليك تستاهل 100 ريال يا عبد الوهاب مبروك يا عبد الوهاب يعجبني اللي إيه يجاوب من غير ما أسأل رحمة كيف حالك يا رحمة الحمد لله طيبة الحمد لله من أي منطقة تكلمينا يا رحمة من الجوف من الجوف ما شاء الله رحمة أنت أول مرة تشاركي معنا ايوه باذن الله تعالى حتفوزي يا رحمه ان شاء الله طيب ان شاء الله واسمك حلو ما شاء الله فيه يعني فيه رحمه وفيه ان شاء الله سكينه يعني باذن الله تعالى يلا يا رحمه ناخذ الارقام يا كنترول لرحمه عندنا 3 و4 و5 و6 و8 اختار 6 انتبه من ساهر 6 ها خلاص يلا يلا ما مشكلة يا رحمة والله أنا ما أدري ليه حسيت إنك حتاخذي ساهر يلا معليش خيرها في غيرها يا رحمة معانا باسل فاصل طيب أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم بعد الفاصل
هذا البرنامج برعاية اهلا وسهلا بكم مره اخرى اعزائنا مشاهدين قناه فور شباب. معانا في برنامج يوتيرن معايا احمد عبد الله. برنامجنا اللي يستمر ساعه ونص يبدا من 10 ل 11:30 ونستمتع بالاتصالات الجميله على الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه 7301081. اذا كانت الارقام مشغوله ارسل اس ام اس مبتدئ بيوتيرن. ومعانا امين. حياك الله يا امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا امين؟ الحمد لله. كيف صحتك يا سيدي؟ طيب خير الحمد لله. من اي منطقه تكلمنا؟ المدينه منوره. ما شاء الله اليوم اهل المدينه متوصين بي خير. ها؟ الحمد لله. أيوه. باذن الله حتفوزي حق امين. عارف ليه؟ ساهل راح واللوحه ان شاء الله باذن الله فيها سالك وان شاء الله يكون سالك من نصيبك. طيب؟ طيب. يلا اعطونا ارقام الكنترول لامين. يا أستاذ أمين عندنا 3 و4 و5 و8. ساهر راح إن شاء الله يكون من نصيبك سالك. اختار رقم. وينك يا أستاذ أمين؟ أربعة. يلا 4 للأستاذ أمين. يقول الكلمة وعكسها. أعطيك كلمة تعطيني عكسها. طيب؟ طيب. جائزة كوبون فور شباب كافيه وعندك 40 ثانية عكس كلمة تفاؤل. طيب. عكس كلمة لا اسمعني من التلفزيون من التليفون. قفل صوت التلفزيون. عكس كلمة تفاؤل يا أستاذ أمين. تشاؤم. تشاؤم أيوة. عكس كلمة اجتماعي. تشاؤم. لا أقول لك اسمعني من التليفون يا أستاذ أمين. عكس كلمة اجتماعي انطوائي. هذه انا حجاوبها عشان انت قاعد تسمعني التلفزيون. عكس كلمة حركة. الليل يا استاذ امين. سكون. يلا حلو. كوبون فور شباب كافيه. اسمعني من التلفزيون يا حق امين. بس على العموم مبروك تستاهل. الجائزة استلمها الاستاذ امين ان شاء الله ونقول له مبروك. وإذا اتصلت بينا يا أستاذي الكريم اسمعني من التليفون علشان سماعك من التلفزيون بطيء عن التليفون بثواني كثيرة يعني فهتكون أسرع معايا بالتليفون. نذكركم بالرقم 7301081. إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال. نتكلم عن الموضوع اللي كنت أتكلم فيه. موضوع بعض الناس اللي يزعجون اللي حولهم إذا كانوا هم مستعجلين. وبرضو في ناس فعلا يكونوا مستعجلين. فمن الأفضل إذا كنت مستعجل تدي فليشر وتكشح. بس لا تزعج اللي قدامك مرة يعني. حاول أنك أنت برضو تنتبه على اللي حولك لأنه في ناس كبار في السن يمكن ينفجعوا من سرعتك. معانا منى. كيف حالك يا منى؟ منى. ألو. ثاني. منى. أنا. ها. كيف حالك؟ كيف حالك يا منى؟ الحمد لله. طيبة؟ إيه. من أي منطقة تكلمينا يا منى؟ إيه؟ في أي مدينة أنت؟ في أي مكان؟ إيه من سكاكا. سكاكا ما شاء الله تبارك الله. كيف الجو عندكم بارد؟ أنا لينا. لينا؟ إيه. طيب يا لينا ما في مشكلة. يلا اسمعيني من التليفون يا لينا عشان تفوزي. طيبة؟ طيبة. والله قاعدين نكلم بس. يلا ناخذ الأرقام يا كنترول لينا عشان تفوز معانا. لينا عندنا 3 و5 و8. انتبهي من لا ساحر راح. ان شاء الله يكون من نصيبك سالك. اختاري رقم. عندك 3 و5 و8. 8 لينا. طيب 5 خلاص اخترناها يا لينا. اسال على الجواب. حاعطيكي اجابه تساليني انت وتكوني سؤال. طيب اي. جايزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية. يناير هي الإجابة.
يلا اعطيني سؤال لينا. نعم. يناير هذا اول شهر في التاريخ الميلادي. الولادية. هي الميلاد. مبروك مبروك تستاهلي. يلا 100 ريال تستاهلي يا لينا. مبروك. يعجبني يعجبني اللي ايه جاوب على طول من غير ما ساعده كثير. يعني ساعدته. انس كيف حالك يا انس؟ طيب. حياك الله انس، كيف صحتك؟ طيب طيب الحمد لله. من اي منطقه تكلمنا؟ من المدينه. مدينه ما شاء الله، اليوم اهل المدينه متوصين بي. انت اتصلت قبل شويه؟ تشاركت معنا اليوم ولا أول مرة تشارك؟ أول مرة. عجيب اليوم والله المدينة، أنا مبسوط بأهل المدينة اليوم. اليوم متوصين فيها خير ما شاء الله. يلا أنس حتفوز لأنك من المدينة دحين، هذا كذا يعني من عندي، هذه مرة واضحة غش علن كذا. يلا أعطونا أرقام الكنترول للحق أنس. 3 و5 آخر رقمين يا أنس. اختار رقم. أديني 5. أديلك 5 يا سيدي. مبروك. ترى ما غششتك، انت حظك طيب. الطريق مسالك، تستاهل يا انس. كوبون فور شباب كافيه. وتستاهل يا اهل المدينة، كنت عندكم قبل اسبوعين. طيب، نذكركم بالرقم 7301081، إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل اس ام اس مبتدئ بيوتيرن. واليوم يوم مديني عجيب. نبغى نشوف اتصالات المناطق الأخرى، شوف أهل المدينة ولا أهل القصيم ولا أهل الرياض ولا أهل جدة، أيهم أكثر اتصالاً. طبعا نشكر اهل المدينه لليوم، ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا من اول ما بدينا الحلقه يعني اغلب الاتصالات من المدينه، مشكورين على التفاعل الجميل. وابغى اتكلم، طبعا كل ما اجي اتكلم يجي اتصال جميل منكم، بس ابغى اتكلم على السريع. اذا كنت مستعجل اضغط فليشر وخليك ماشي في اليسار، لانه ما ينفع تمشي على اليمين، لانه اليمين للناس اللي ماشيه ببطء، واليسار اقصى اليسار للمستعجلين اللي ماشيين بسرعه. واذا كنت انت بتبغى تمشي بهدوء لا تمشي في اليسار، لانك تضايق اللي يمشي بسرعة. يعني في ناس مستعجلة، في ناس وراها دوام، ناس متأخرة، من الأفضل أنك تمشي يا في النص يا في اليسار عشان تعطي حرية السير في اليسار للمستعجل. يعني لأنه بعض الأحيان في تكون مستعجل يجيك واحد مرة بارد وما عنده أي مشكلة وما وراه أي شيء وماشي بهدوء في أقصى اليسار، فيزعج اللي حوله فعلا. فيحتاج أنك تكون عارف وين ماشي، يعني وش حدودك، ولا تآذي الآخرين في السواقة. وانتبه من ساهر، لأنه في لعبتنا برضو فيها ساهر. أذكركم بساهر، لعبتنا فيها ساهر. إذا اخترت رقم وظهر لك ساهر ما حتفوز، لأنه ساهر فكرة أنك ما تفوز. لكن إذا ظهر لك سالك حتفوز على طول من غير ما أسألك. فكرة اللعبة كذا يعني. ونتمنى طبعا أنكم تشاركونا على الرقم اللي ظاهر أسفل الشاشة، الرقم سهل 7301081، ونسعد بتواصلكم الجميل عبر هذا الرقم. إحنا حلقتنا تبدأ معكم إن شاء الله للساعة 11:30، والجوائز الجميلة المقدمة من الرعاة المشكورين اليوم. طبعاً إحنا تقريباً في نهاية موسم البرنامج، يعني مو اليوم، يمكن تكون اليوم يمكن تكون حلقة قادمة، بس يعني على العموم انه ان شاء الله حتشوف برامج جديده من فور شباب جميله في الفتره القادمه. واصلا ما شاء الله الان فور شباب في باقتها اضافت قناه كناري، القناه الجميله، القناه للاطفال. نقول لهم مبروك، واكيد يعني نقول لنفسنا ايضا مبروك، لان ضمن هذا القناه او مجموعه قنوات فور شباب الجميله، وكناري اللي حتزين داركم، لانه شعارهم جميل كناري. كناري نورت داري، ان شاء الله تكون نورت بيوتكم. وقناة جميلة للأطفال، فيها متعة وفيها فائدة، وفيها أيضا معلومة جميلة للأطفال، وفي مسابقات. يعني في واحد ما شاء الله اسمه فراس يتحداني، أو أيوة اسمه فارس بيقدم برنامج مسابقات جميل، وأظنه يومي. وبرضو نسعد بصحبتكم في قناة كناري ومشاركتكم معنا على القناة. طبعا أنا برجع أتكلم على موضوعي اللي كنت بتكلم معكم فيه اليوم. اليوم موضوع يعني مضايقة الناس في الشوارع بالسيارات. احنا عندنا شغلات كثيرة، منها مثلا الناس اللي ما تدق إشارة وهي بتلف. يعني هي معلومات معروفة للناس، بس أنا من باب إنه فائدة بنتكلم، فيعني بنتكلم في الموضوع هذا. إنك إذا مشيت في الشارع فجأة قررت إنك تلف، أعطيني خبر لأني أنا وراك.
يعني هو فكرة الإشارة أنك تعطي خبر للي قدامك وراك أنك أنت هتلوف يمين هتلوف يسار، لأنه ممكن أنا ما أكون منتبه فجأة أنت قررت تلوف هديت السرعة، أنا يعني ممكن يصير بيني وبينك حادث في هذه اللحظة يعني. فانتبه وحرص يعني. معانا اتصال جميل من السودان، حياك الله صدام. صدام حياك الله الأخ أحمد عبد الله، كيف أهلا بك يا زول، حياك الله. بارك الله بارك الله فيك، يديك العافية، كيف صحتك؟ وفيك أنت حبيبي، كيف صحتك؟ إيش أخبارك؟ تمام والله الحمد لله، كيف أنت في السعودية؟ الله يحييك، كيف السودان وأهل السودان الطيبين؟ والله كويسين الحمد لله، والله بارك الله فيك وسمحين وناسكم طيبين إن شاء الله. والله الحمد لله كويسين، والله بارك الله فيك، جزاك الله خير. والله والله سعدت جدا باتصالك الجميل ده يا أستاذ صدام. يعطيك العافية، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. صدام أنت في أي منطقة بالضبط في السودان؟ أنا في منطقة بحري دروشاب شمال. في شمال السودان ها؟ لا في بحري، بحري في الخرطوم ذاته، لكن في في الخرطوم بحري. بس في بحري اسمها بحري ها؟ أي نعم. ما شاء الله تبارك الله، الأجواء عندكم جميلة وباردة ولا حر الأيام هذه؟ لا الحمد لله، الله الأجواء معتدلة الحمد لله. الحمد لله. أنت صدام أول مرة تشارك معنا ها؟ أول مرة هي بإذن الله حتفوز يا صدام. يلا ناخذ الأرقام يا كنترول للصدام وإن شاء الله يفوز معنا. طيب صدام باقي آخر رقم وهو 3 وإن شاء الله حتفوز معانا يا حق صدام. عواصم ودول دي سهلة عليك يا صدام. الله جايزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية تمام، أبعطيك العاصمة، العاصمة وتعطيني أنت الدولة. العاصمة باريس، إيش الدولة؟ فرنسا. فرنسا الله عليك. العاصمة مقديشيو، إيش الدولة؟ الصومال. صومال. العاصمة دبلن، الدولة إيرلندا الشمالية. الله عليك يا أخي، الله عليك، أول مرة واحد يجاوب دبلن. بارك الله فيك يا أحمد، مبروك، تستاهل والله. سعيد باتصالك يا أستاذ صدام. يا أخي العادة ما حد يجاوب إلا أنا أجاوب في كل حلقة، فأنا أشكر اتصالك الجميل. معنا خالد، حياك الله يا خالد. حياك الله، كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله. من أي منطقة تكلمنا؟ من الزلفي. الزلفي، أول مرة تشارك معنا؟ إيه. وكيف أجواءكم، باردة ها؟ إي والله. أنا عارف الزلفي ما شاء الله في الأيام هذه تكون برد، يعني كنت رحت الزلفي ما شاء الله منطقة جميلة، وهذه الأيام تطلعون لبرا؟ أكيد. أكيد. طيب يا أبو خلود، أنت في أي مرحلة؟ في أي سنة ولا موظف؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي، الله يوفقك إن شاء الله. يلا ناخذ الأرقام يا كنترول للأستاذ خالد. لوحة جديدة يا أستاذ خالد عندك من 1 إلى 9، ساهر موجود، سالك إن شاء الله يكون من نصيبك، اختار رقم. اختار رقم 6. رقم 6 إن شاء الله مو ساهر، حلو. عواصم ودول زي اللي قبلك، أعطيك العاصمة تعطيني الدولة، الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية. يلا. العاصمة كييف. كييف، ولا يهمك أستاذ حسام. كييف. العاصمة كييف، يلا أنا حجاوب. الدولة أوكرانيا. الثانية يا جماعة. الثانية كوالالمبور، إيش الدولة؟ كوالالمبور. أيوه دولة ما شاء الله في آسيا، تعتبر من الدول السياحية الكبيرة. ماليزيا. ماليزيا، أيوه حلو. الأخيرة القدس. إيه؟ القدس. فلسطين. فلسطين، تستاهل، مبروك، تستاهل، مبروك 100 ريال يا أبو خلود، تستاهل. ونشكرك على اتصالك واتصل مرة ثانية بإذن الله تعالى، برضو حتفوز معنا يا أبو خلود. أقول لك مبروك، ونذكركم بالرقم يا جماعة 7-0-1-0-8-1. إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال. طبعا انا اسعد بالاتصال من الدول الاخرى زي السودان ما شاء الله، زي المغرب يشاركونا، من تونس، من المغرب، من اليمن، اهل اليمن الطيبين، ونسعد بهذا التواصل الجميل. يعني في معلومه برضو الواحد بيستفيد، بيتعلم، بيشارك الاخرين، يعني ناخذ ثقافه. يعني اليوم عرفنا مثلا
خرطوم، منطقة اسمها بحري. يعني أنا بستفيد وأنتم برضو بتستفيدوا معنا في الشغلة هذه. أرجع أتكلم على موضوع اللي كنت أتكلم فيه، اللي هو موضوع الإشارة البسيطة هذه اللي بتعطي إشارة قبل ما تلف يمين يسار داخل على دوار. طبعا عندنا مشكلة في الدوارات هنا، المفترض الأولوية لمن بداخل الدوار. احنا عندنا مشكلة انه اللي داخل الدوار يدخل مسرع، فاللي في الدوار يهدي كذا يشوف يطالع هل في احد داخل عليه، وهذا غلط. يعني المفترض انه العكس، انه اللي في الدوار يمشي براحته، اللي داخل يكون مهدي ويحاول انه ما يعني يدخل الدوار بسرعة كبيرة، لانه ممكن في سيارة تدخل عليك. يعني الله يبعدنا كلنا عن الحوادث وأضرار الحوادث، لكن فعلا احنا عندنا في السعودية نسبة الحوادث كبيرة جدا، ويحتاج فعلا انه ننظر للموضوع هذا بعقل. يعني كل اللي عليك انك انت تمشي بهدوء في الشارع وتنتبه، وشوية وسائل سلامة، ربط حزام امان، شوية شغلات بسيطة حتخليك منتبه اكثر، بتمشي وانت مركز اكثر. طبعا اذكركم بالرقم اللي ظاهر على اسفل الشاشة 7301081، اذا كانت الارقام مشغولة ارسل اس ام اس مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال. طبعا اليوم يوم غريب شوية، يبغالنا يعني منتظرين تفاعلكم الجميل العادة، ما شاء الله تبارك الله تشاركونا باتصالاتكم الجميلة ومشاركاتكم الرائعة، وإحنا بإذن الله تعالى معاكم وحنساعدكم في كالمعتاد. يعني هذا الشيء في الإجابات السهلة، الأسئلة السهلة أصلا، ونقدم لكم الأسئلة الخفيفة اللي أصلا ما شاء الله تبارك الله المعدين في البرنامج، مقدمين البرامج، المقدمين الأسئلة الجميلة الخفيفة اللي تقدر بإذن الله تعالى أنك تجاوبها وتكون سهلة عليك. نذكر بالرقم 7301081، إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل SMS مبتدئ بيوتيرن. ومعانا غانم، حياك الله يا غانم. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. كيف حالك يا غانم؟ بارك الله فيك، يا أهلا وسهلا. وفيك بارك. أستاذ غانم، أنت من أي منطقة تكلمنا؟ أنا في الرياض. في الرياض، موظف؟ نعم نعم، متوقع ما شاء الله تبارك الله من الصوت أستاذ غانم. حياك الله، أول مرة تشارك معنا؟ إي نعم. أستاذ غانم، يعني إيش رأيك في المسابقة، سهلة صعبة بسيطة؟ أي مسابقة؟ مسابقتنا يوتيرن. والله اسمح لي، أنا ما اللي أرسل الرسالة البنت. طيب كويس، في أسئلة أطمئنها. يلا أعطيك الحين، يلا الأسئلة سهلة. أنت قدام الشاشة؟ لا لا. طيب ما في مشكلة، ما أنا قدام الشاشة. يلا ما في مشكلة، أعطونا أرقام يا كنترول للأستاذ غانم. عندنا من 1 إلى 9 أستاذ غانم، هتختار رقم وأنا هعطيك سؤال عبر اختيارك. عندنا رقمين، واحد منهم فيه ساهر ما حتفوز، واحد منهم فيه سالك حتفوز على طول بإذن الله تعالى. اختار من 1 إلى 9، 6 راح. اختار من 1 إلى 9 إيش؟ إلى 9، من 1 إلى 9، 6 مش موجود معانا لأنه راح. نعم، اختار 3. ناخذ 3. ايش الصح؟ حاعطيك جمله فيها شيء خطا، عليك انك تتعرف على الصح الموجود فيها او الخطا الموجود فيها وتصححه. الجائزه 100 ريال سعودي، عندك 40 ثانيه. طيب، لغه افغانستان الرسميه هي الفارسيه، هذه الجمله خطا. نعم، لغه افغانستان الرسميه ايش هي يا استاذ غانم؟ في خيارات ولا ما في؟ لا والله ما في خيارات. لم أكن واهم، البشتو. الله عليك، البشتو، 100 ريال تستاهل. أول مرة واحد جوها لوحده، ما ساعده. تستاهل يا أستاذ غانم، مبروك، ونشكر بنتك الطيبة اللي أرسلت الـ SMS. مبارك. هلا، حياك الله يا مبارك. الله يبقيك، تمام. كيف حالك يا سيدي؟ والله طيب. من أي منطقة تكلمنا؟ من الشرقيه. الشرقيه، اول مره تشارك معنا؟ ها، اول مره. طيب انت مشغل التلفزيون؟ ايه. طيب اقفل صوت التلفزيون، لانه حيطلع الصوت عندي دبل وحيتاخر الصوت عليك. اسمعني من التليفون. طيب طيب. استاذ مبارك طالب ولا موظف؟ موظف. موظف، الله يوفقك. ان شاء الله. عارف المسابقه؟ لا والله ما اعرف المسابقه. مسابقه سهله، حتختار رقم، هناخذ لعبه من الالعاب اللي موجوده، حسالك سؤال وحتجاوب علينا، وان شاء الله تاخذ جائزه من الرعاة المقدمين للبرنامج. طيب طيب، يلا ناخذ الارقام يا كنترول للاستاذ مبارك. طيب، عندنا 1 و2
أربعة وخمسة سبعة وثمانية وتسعة. ساهر موجود، انت بتختار رقم موجود فيه ساهر لأنك ما حتفوز. سالك لو اخترت سالك حتفوز على طول. تسعة للأستاذ مبارك. يقول نيجاتيف، حتظهر صورة على الشاشة يا أستاذ مبارك، عليك أنك تتعرف على صاحب الصورة. الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية. وشو؟ هتظهر صورة نيجاتيف أبيض وأسود، عليك أنك تتعرف على صاحب الصورة. طيب يلا، الصورة الآن ظهرت على الشاشة. صاحب الصورة. طيب صاحب الصورة منشد من الشام، منشد معروف شامي. منشد؟ أيوه منشد، أصله فلسطيني وعايش أظن في الأردن أو في سوريا، مش متأكد، لكنه منشد من الشام يعني. منشد ما الخيارات؟ في مساعدة حساعدك. لقبه عوينات، إيش اسمه الأول؟ عوينات؟ أيوة. بسرعة أستاذ مبارك الوقت. عبد الفتاح. عبد الفتاح. عبد الفتاح عوينات، يلا مبروك. تستاهل. تستاهل 100 ريال يا أستاذ مبارك، مبروك. الله يبارك فيك. يلا. شكرا لاتصالك أستاذ مبارك. ومشاركتك الجميلة. نذكركم بالرقم يا جماعة 7301081. إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوترنوا علينا الاتصال. ونشكركم على التفاعل هذا الجميل. واليوم ما شاء الله اليوم يوم مروق شوية، شكلكم شيء يعني متكين كذا وشاربين شاي تتفرجوا علي. علينا يعني نذكركم بالرقم 7301081. إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن، وحارجع أتكلم عن موضوع اللي كنت أتكلم فيه معاكم، أتكلم عن موضوع السيارات والحوادث الله يكفينا الشر. طبعا لو بتكلم الواحد عادة لو بتكلم عن السيارات في السعودية بيتكلم عن موضوع التفحيط، هذا الشكل يعني والشيء هذا موجود بصفة عامة في السعودية، ونتمنى أنه يخف أو يقل موضوع التفحيط. يعني هي عادة موجودة عند الشباب، ونتمنى فعلا أنه يعني يا رب إن شاء الله تخف أو تقل تماما، يعني لأنه فيها أضرار متعدية جدا يعني على الآخرين، أنك أنت ممكن ما تضر نفسك بس تخش تفحط في شارع عام، ممكن تخش في سيارة ثانية، ممكن تخش في إشارة، ممكن تخش فيعني تزعج اللي حولك. فحاول أنك تنتبه، يعني فعلا هذه الشغلات تضر بيك وبالآخرين، فحاول أنك تنتبه وحاول أنك تكون مركز، يعني تكون عارف أنك أنت ماشي معاك ناس في الشارع. معنا أيمن. أيوة معك. حياك الله أيمن، كيف حالك؟ تمام الله أستاذ. أيمن تكلمنا من اليمن ها؟ أيوة صح. كيف اليمن وأهل اليمن؟ الحمد لله بخير. أنت من أي منطقة في اليمن؟ أنا من حضرموت. حضرموت؟ أيوة. هلا والله بحضرموت وأهل حضرموت. هيا فيك. أي منطقة بحضرموت بالضبط؟ في غير بوازير. أنت بوازير؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله أيمن. أيمن الجو عندكم بارد ولا صيفي عادي ولا حر؟ لا جو معتدل. معتدل ها؟ أيوة. حلو. أيمن موظف ولا طالب ولا تدرس ولا؟ لا طالب. طالب ها؟ بأي مرحلة؟ في معهد. في معهد. معهد إيش ما شاء الله؟ المهني. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك يا أيمن. أول مرة تشارك معنا ها؟ أول مرة. يلا ناخذ الارقام للاستاذ ايمن وان شاء الله حتفوز يا حق ايمن ان شاء الله. طيب ايمن عشان تفوز انتبه من ساهر لانه موجود في اللوحه. ساهر موجود، سالك موجود، ان شاء الله يكون من نصيبك. عندك 1 2 4 5 7 8، اختار رقم. 4 يا ايمن. الكلمه وعكسها، اعطيك كلمه تعطيني عكسها. اوكي أوكي. يلا الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية يا أيمن. عكس كلمة هاوي إيش؟ في لاعب هاوي وفي لاعب إيش؟ محترف. لا لاعب كرة قدم هاوي ولاعب كرة قدم محترف. محترف أيوة. عكس كلمة نظيف. نظيف متسخ. متسخ حلو. عكس كلمة غالي رخيص. تستاهل 100 ريال يا أيمن ومبروك. مبروك يا أيمن. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يلا ونشوفك على خير إن شاء الله. معنا أسامة، حياك الله أسامة.
ايوه قفل صوت التلفزيون على طول من البدايه. ايوه اسامه اقفل صوت التلفزيون، هذا اول شيء عشان نتفق. اوكي اسامه. ايوه من اي منطقه تكلمنا؟ مدينه جيزان. اهلا بيك واهل جيزان كلهم الطيبين. السلام. من أيوة. اي منطقه تحديدا في جيزان؟ من فيفا. هلا والله باهل فيفا وجبال فيفا الجميل. كيف الاجواء عندكم حلوه؟ كويس. برد برد تحديدا يعني على الحدود اليمنيه قريب. ما شاء الله انتوا عند العين الحاره. لا بارده. ايوه. لا اقول لك انتوا جنب العين الحاره. ايوه قريب منا. اي انتوا قريب، انا جيت المنطقه ذيك برضه. كيف بس معاك لف. طيب حبيبي موظف ولا طالب؟ انا طالب. طالب سنه كم؟ ثاني ثانوي. الله يوفقك يا اسامه. ناخذ الارقام. أيوة. يا اسامه اعطونا الارقام يا كنترول اسامه. عندنا 1 و2 5 و7 و8. ساهر موجود يا اسامه، انا ابغاك تفوز لاني لفيت عندكم وإن شاء الله يكون سالك من نصيبك إن شاء الله. يلا اختار رقم. عندنا 1 و2 5 و7 و8. سبعة. سبعة. سبعة إن شاء الله مو ساهر. يلا ما في مشكلة. يلا حبيبي ساهر جاء من نصيبك، يعني حظك جاء كذا. أتمنى تتصل مرة ثانية بإذن الله تعالى ما يكون في ساهر وتفوز إن شاء الله معنا. طيب أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود بعد الفاصل إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية عدنا لكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجميلة معاكم في برنامج التيرن على قناة فور شباب، معكم أنا أحمد عبد الله، ونسعد اليوم باتصالاتكم الجميلة على الرقم اللي حيظهر أسفل الشاشة. رقم سهل، كل عليك أنك تتصل على 7 3 0 1 0 8 1، وإذا كانت الأرقام مشغولة أرسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال بإذن الله تعالى، ونسعد بتواصلكم الجميل. كل يوم اثنين إحنا موجودين معاكم من 10 إلى 11:30، وميزة البرنامج أنه نقدم فيه متعة وفائدة، وهذا هو سبب يعني مساعدتي للبعض أنه أساعدكم في المسابقة، والقصد هو فعلا أنه إحنا نتعرف على المعلومات ونستفيد مع بعض، يعني حتى أنا بعض الأحيان أتعرف على معلومات جديدة مثلكم يعني. وهذا الهدف يعني اللي إحنا نبغاه من البرنامج أنه الجميع إن شاء الله يستفيد. إحنا طبعا رقمنا ظاهر على الشاشة وننتظر اتصالاتكم الجميلة. الرقم 7 3 0 1 0 8 1. إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال إن شاء الله. اللهم صل محمد. كنا اليوم بنتكلم عن موضوع السيارات لكن نأجله شوية عشان ناخذ معنا مريم. مريم ماريا هلا، كيف حالك يا ماريا؟ الحمد لله. طيب من أي منطقة تكلمينا؟ جازان. جازان ما شاء الله. أنت فين بالضبط في جازان؟ جبال العبادل. ما شاء الله تبارك الله. الأجواء عندكم باردة ولا حارة ولا إيش وضعها؟ الأجواء باردة. باردة؟ أيوة. طيب يا ماريا إن شاء الله ربنا يعطيكم الجو الجميل المعتدل إن شاء الله. يلا ماريا تدخلي في المسابقة؟ أيوة. أنت أول مرة تشاركي معانا؟ أيوة. يلا نأخذ الأرقام يا كنترول لماريا. 1 و2 5 و8 هذه الأرقام اللي باقية معانا. ساهر راح إن شاء الله، سالك يكون من نصيبك. اختاري رقم. 5 5 5. يقول اسأل على الجواب. طيب الجائزة 100 ريال سعودي، حاعطيك إجابة تكوني منها سؤال، عندك 40 ثانية. أعطيك إجابة تكوني منها سؤال، الإجابة هي نهر النيل. إيش السؤال؟
أين يقع نهر النيل؟ أيوة، لا مو هذه، هذا ما مو هو السؤال. نهر النيل يقع وين؟ في مصر. طيب يلا كوني سؤال. كوني سؤال، انت قلتي نهر النيل يقع في مصر. يقع نهر النيل في مصر. ما اسم النهر الذي يقع او الذي يجري؟ الذي يجري في مصر. في مصر، يلا حلو، مبروك 100 ريال تستاهلي، كون انك انت عارفه انه في مصر، هذه بحد ذاتها اجابه، مبروك يا ماريا ال100 ريال، وشكرا على اتصالك ومشاركتك معانا. مها، كيف حالك يا مها؟ هلا. من اي منطقة تكلمين يا مها؟ القصيم. قصيم، اي منطقة بالضبط في القصيم؟ او اي مدينة في القصيم؟ الرس. الرس، ما شاء الله، الاجواء باردة في الرس، ها؟ اول مرة تشاركي معنا؟ لا قبل مشاركة. شاركت وفزتي؟ ايوه فزت. طيب وان شاء الله برضو حتفوزي معنا يا مها، عارفة المسابقة طبعا؟ ايوه واضحة. يلا، ناخذ الارقام يا كنترول لمها. عندنا واحد واثنين وثمانية، ساهر راح وسالك إن شاء الله يكون من نصيبك يا مها، اختاري رقم. ثمانية. ثمانية، ناخذ ثمانية. ثمانية يقول المرايا، حتظهر جملة على الشاشة مكتوبة بالمقلوب بالعكس، عليك إنك تقرأيها بشكل صحيح. الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية. الجملة ظهرت على الشاشة يا مها، يلا. الجملة ظهرت، الجملة مكتوبة بالمقلوب، عليك انك تقريها بشكل صحيح. الجمال عرض زائل. الجمال عرض زائل، الله عليك. 100 ريال ووقت قياسي جدا جميل للإجابة، مبروك. تستاهلي يا مها. واليوم منى، يلا معانا منى، كيف حالك يا منى؟ الحمد لله. ما شاء الله، من أي منطقة تكلمينا؟ سكاكا. سكاكا، أول مرة تشاركي معانا؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الله، منى. سنة كم انت؟ سنة كم انت؟ بأي صف؟ ألو؟ بأي صف انت يا منى؟ سادس. سادس، ما شاء الله تبارك الله. يلا بإذن الله حتفوزي يا منى إن شاء الله، طيب؟ طيب. يلا، ناخذ الأرقام يا كنترول لمنى. عندنا واحد واثنين، ساهر راح وإن شاء الله تفوزي بسالك على طول يا منى، يلا اختاري رقم. اثنين. اثنين. اثنين، الله 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 الله، مبروك يا منى، مبروك، الطريق سالك، ما يحتاج اسالك ولا تجاوبي، مبروك 100 ريال. ممكن اختي تشارك؟ ممكن اختك تشارك؟ ممكن. أيوة. اختك ممكن. يلا. مايا اسمها. مايا، كيف حالك يا مايا؟ الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مايا؟ الحمد لله. طيبة؟ الحمد لله. سنة كم انتي؟ صف سادس. سادس، أول مرة تشاركي معانا يا مايا؟ أيوه. طيب بإذن الله حتفوزي يا مايا، بإذن الله، طيب؟ إن شاء الله. يلا، ناخذ الأرقام يا كنترول لمايا. عندنا آخر رقم يا مايا، هو رقم واحد اللي باقي في اللوحة، ناخذ الرقم ونشوف. طيب، حتسمعي أنشودة يا مايا، عليك إنك تتعرفي على صاحب الأنشودة أو الأنشودة، طيب؟ طيب. جايزة 100 ريال سعودي وعندنا 40 ثانية. يلا اسمع الأنشودة من التليفون. منشد عراقي، عرفتيه؟ مصطفى العزاوي. أخوه، إيش اسم أخوه؟ محمد العزاوي. الله عليكي، الله عليك يا مايا، نشيد جميل، نبغى نسمع في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر، النبي سرى في القلب فازدهر، نشيد جميل، أنار لي دربي ونور البصر. الله. طيب شكرا لك يا مايا وشكرا لك يا استاذ محمد العزاوي على هذا النشيد الجميل. معنا ميمونه. 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 الو. كيف حالك يا ميمونه؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. ميمونه، اول مره تشاركي معنا؟
ايوه. طيب انت من اي منطقه؟ جده ولا الرياض ولا وين؟ ابها. ابها؟ ايوه. حلو، ابها طبعا برد ما يحتاج صح؟ ابها الجو بارد عندكم يا ميمونه؟ معتدل. معتدل، طيب يلا ناخذ الارقام. يا كنت ترول لميمونه. ميمونه هذه لوحه جديده عندك من 1 إلى 9. ساهر موجود، سالك موجود، ان شاء الله يكون سالك من نصيبك. اسمعيني من التليفون وخفضي صوت التلفزيون، طيب؟ يلا عندنا من 1 إلى 9، اختاري رقم انتبهي من ساهر. ابغى 2. ها؟ 2. 2؟ ايوه. يلا ناخذ 2. 2 الكلمة وعكسها، أقول لك الكلمة تعطيني أنت عكسها، طيب؟ يلا الجائزة 100 ريال سعودي. عكس كلمة مختصر. يا ميمونة عكس كلمة مختصر. مطول. مطول مفصل يلا. بس يعني قربي صوتك من التليفون ماني سامعك. عكس كلمة عام. يلا قفلي صوت التلفزيون. عكس كلمة عام. خاص. خاص الأخير علي. عكس شروق غروب. 100 ريال تستاهلي. تستاهلي يا ميمونة. شكرا لك على الاتصال الجميل. غادة كيف حالك يا غادة؟ الحمد لله. طيبة؟ ايه. غادة من اي منطقة تكلمينا غادة؟ ها؟ من اي منطقة؟ من الرياض. من الرياض. من الزلفي. من الزلفي، لا الرياض ولا الزلفي؟ ترى بعيدين عن بعض. ها؟ الرياض ولا الزلفي؟ الزلفي. الزلفي، طيب هذا آخر كلام يعني. طيب غادة أنت أول مرة تشاركي ها؟ ايه. طيب وحتفوزي بإذن الله تعالى، عارفة اللعبة؟ ايه. يلا. ناخذ الأرقام يا كنترول لغادة ونشوف. عندنا من 1 إلى 9، 2 راح. ساهر يا غادة موجود، أنا أباكي تفوزي، انتبهي من ساهر، وإن شاء الله يكون سالك من نصيبك تفوزي من غير ما أسألك، يلا تفضل. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة يا غادة. نيجاتيف، حتظهر صورة على الشاشة أبيض وأسود. عليك إنك تتعرفي على صاحب الصورة، الجائزة 100 ريال سعودي، وعندك 40 ثانية. لو سمحت ساعدني. يلا حساعدك. الصورة ظهرت على الشاشة، شفتيها؟ ايه. طيب صاحب الصورة منشد يمني معروف. عبد القادر. عبد القادر. ما يحتاج اساعدك، مبروك. 100 ريال تستاهلي. تستاهلي يا غادة، ما شاء الله عليك. يعني على طول جاوبتها. طبعا منشد معروف الأستاذ القادر قوزع، منشد من اليمن وله أناشيد كثيرة ما شاء الله وأعمال رائعة. واليوم أصلا سمعنا قم وحيدا، هذه واحدة من رائعات الأستاذ عبد القادر قوزع المنشد اليمني الرائع. وأذكركم بالرقم، الرقم سهل، 7-3-0-1-0-8-1. إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل SMS مبتدئ بيوتيرن وعلينا إن شاء الله الاتصال. طبعا نحن حلقتنا ممتدة كل 2 من الساعة 10 للساعة 11:30، ونسعد بتواصلكم الجميل على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة، 7-3-0-1-0-8-1، أو أرسل رسالة قصيرة، رسالة SMS مبتدئ بيوتيرن، يعني تكتب فيها يوتيرن وترسلها SMS على الأرقام اللي حتظهر أسفل الشاشة. إذا ما اتصلنا اليوم أكيد حنتصل بالحلقة القادمة. طبعا اليوم إحنا كان موضوعنا عن السيارات ومشاكل السيارات، ويعني حتى أنا أنصح نفسي زي ما بنصحكم إنه نحاول نبعد عن بعض السلبيات الموجودة، زي تفحيط منتشر في بعض مناطق المملكة بكثرة. يعني يعني ممكن اللي بيسمعني يقول هذا يعني بيتكلم بشكل إنه لا تفحط ولا، لكن فعلا هي موجودة، ونتمنى فعلا إنه الناس اللي بترتكب هذه الشغلات أو اللي تفكر أو اللي ممكن بيسوق قريب إن شاء الله بدأ يتعلم يعني يبتعد عن الموضوع هذا. إحنا المقاطع الفيديو على اليوتيوب اللي شفناها فعلا فيها شيء يزعل كثير. يعني أنت تفحط وتدخل على ناس مثلا واقفين، فناس كثير تتضرر وممكن ناس كثير تموت. والله يبعد عننا وعنكم الشر إن شاء الله. ومعانا سالم، حياك الله يا سالم. سالم. هلا. هلا والله، كيف حالك يا سالم؟ هلا سالم.
طيب سالم قفل صوت التلفزيون يا سالم. طيب الحمد لله. ايوه قفل صوت التلفزيون. الحمد لله. طيب طيب انت قاعد تجاوب على التلفزيون فقفل صوت التلفزيون يا سالم. قفلته؟ ايوه قفلته. يلا ممتاز. سالم من اي منطقة تكلمنا؟ من الجموع. من وين؟ من الجموع. الجموم. مكة مكرمة. هلا هلا والله هلا والله بأهل الجموم جنبنا يعني جيراننا. ايوه جيرانكم. كيف الأجواء عندكم باردة ولا متوسطة معتدلة؟ ها متوسطة. يوم بارد يوم حار. يوم بارد ويوم حار. طيب سالم أنت في أي صف في سنة كم؟ أنا ثالثة متوسط. ثالثة متوسط. الله يوفقك وإن شاء الله تنتهي وتصير دكتور في الجامعة إن شاء الله. طيب أنت عارف المسابقة يا سالم؟ ايوه عارفها. يلا ناخذ الارقام يا كنترول للاستاذ سالم باشا. عندنا 1 4 5 6 7 8 9 يا سالم. ساهر موجود فانتبه من ساهر وسالك ان شاء الله يكون من نصيبك. اختار أربعة. يقول النشيد لمين؟ طيب الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية حتشتغل انشودة. عليك انك تتعرف على صاحب الانشودة. الانشوده بتشتغل بالمقلوب معكوسه. ها عرفت النشيد؟ سالم منشد من الرياض لقب سلمان. ايش اسمه الاول؟ محمد؟ لا اخوه. ايش اسم اخوه؟ احمد؟ لا اسا مصطفى؟ لا لا اسا اسامه. اسامه. اسامه السلمان. يلا نسمع الانشوده. انت جبت لي كل الاسماء حق الوطن. يلا مبروك سهل 100 ريال. خلونا نسمع الانشوده. نام في حجرك وغني لي لحون الدرف لكي أرتاح من زمن فيا أمة. طيب نقول لك مبروك يا سالم ونقول شكرا للأستاذ أسامة سلمان للنشيد هذا عن الأم الجميل. معانا محمد. حياك الله محمد. طيب كيف حالك؟ طيب من أي منطقة تكلمنا؟ ها؟ من أي مدينة؟ زلفي. زلفي هلا والله بأهل الزلفي. سنة كم يا محمد؟ محمد محمد حمودي. 8 سنوات. 8 سنوات. يلا اسمعني من التليفون وقفل صوت التلفزيون. ها ها يلا قفل صوت التلفزيون. يا محمد اسمعني من التليفون. طيب محمد اسمعني من التليفون وقفل صوت التلفزيون. طيب يلا اول مره تشارك معنا. ايه حتفوز باذن الله تعالى. ناخذ الارقام يا كنترول للاستاذ محمد. عندنا 1 5 6 7 8 9. ساهر موجود يا محمد انتبه تختار رقم يظهر لك فيه ساهر عشان ما حتفوز. ان شاء الله تختار رقم يظهر لك فيه سالك عشان تفوز من غير ما اسالك. اختار رقم. رقم 7. 7. ناخذ 7 للاستاذ محمد ابو حميد. عواصم ودول. اعطيك العاصمه تعطيني الدوله. الجائزه 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانيه. العاصمه ابو ظبي. ايش الدوله؟ ها محمد معك ابو ظبي. وين؟ دبي. دبي. لا مو دبي. دبي مدينه برضو. ها جنب دبي والدول هذه المدن هذه كلها في دولة ايش؟ الامارات. الامارات. الامارات ايوه. يلا اللي بعدها روما. ايش الدولة؟ ها روما. ايطاليا. اعطيني اللي بعدها. الكويت. ايش الدولة؟ ها
الكويت. انا اللي جاوبت يا محمد، انت وين؟ يلا مبروك 100 ريال تستاهل تستاهل يا ابو حميد. معانا محمد تاني، كيف حالك يا محمد؟ محمد الو، محمد 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 هذيك زي كان نادي واحد في عمارة اوت. طيب نذكركم بالارقام، الرقم سهل 7301081. اذا كانت الارقام مشغوله ارسل اس ام اس مبتدئ بيوتيرن وعلينا الاتصال، ونسعد باتصالاتكم الجميله ومشاركاتكم الرائعه. وزي ما انتم شايفين الاسئله سهله والاجابه نصها عليك، والله تقريبا هي علي ما هي عليك، فكل عليكم التواصل معنا وتسعدونا بمشاركتكم الجميلة، وجوائزنا موجودة ورائعة مقدمة من الرعاة، رعاة البرنامج مشكورين. وأي رأي، وجهة نظر، شيء ممكن يعني نستفيد منه ممكن تعطينا إياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، صفحة تويتر على أو صفحتنا في تويتر باسم فور شباب، وصفحتي أنا الشخصية أحمد عبد الله على تويتر. أي رأي، أي وجهة نظر أعطيني. برضو على الفيسبوك نفس الشيء، قناة فور شباب على فيسبوك، وبرضو أنا صفحتي أحمد عبد الله. أسعد جدا بأرائكم وأستفيد منها. محمد حياك الله. محمد حياك الله، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. من أي منطقة تكلمنا؟ من نجران. نجران ما شاء الله، كيف نجران وإيش أخبار أهل نجران؟ الحمد لله بخير. أنت في أي صف يا محمد؟ خامس. خامس، أول مرة تشارك معنا؟ لا. شاركت قبل كذا؟ أيوه. فزت معنا ولا ما فزت؟ أيوه فزت. يلا حلو محمد، ناخذ الأرقام يا جماعة لمحمد. يلا عندنا 1 و5 و6 و8 و9. ساهر موجود يا محمد، ما أبغاك تاخذ ساهر، إن شاء الله تفوز بسالك وتختار رقم يظهر لك فيه سالك على طول. اختار رقم، عندك 1 و5 و6 و8 و9. يلا اختار رقم. 5. 5 ان شاء الله مو ساهر. ايوه مو ساهر، حلو. ايش الصح؟ هتظهر جملة فيها شيء خطأ، عليك انك تتعرف على الصح الموجود. الجائزة 100 ريال سعودي وعندك 40 ثانية يا ابو حميد. الجملة تقول السودان هي بلد المليون شاعر، هذه الجملة مش صحيحة. في دولة هي دولة المليون شاعر، ايش هذه الدولة؟ يا محمد؟ حمودي؟ ايوه. ايش هي بلد المليون شاعر؟ بلد في افريقيا. موريتان. يلا كمل، موريتان. كمل. موريتان. موريتانيا. موريتانيا، ايوه انا قلت نص الاجابه. مبروك تستاهل 100 ريال يا معلم. مبروك يا محمد. وموريتانيا هي بلد المليون شاعر، اصلا ما شاء الله اهل موريتانيا معروفين بالحفظ ما شاء الله. معانا حمد من قطر، حياك الله حمد. الو حمد، حمد حمد معانا؟ حمد من قطر، ازيك؟ الو اوت، راح حمد. يلا عاود بينا مره ثانيه الاتصال يا حمد، لاننا نسعد باتصالك وسماع صوتك، لانه ما قد يمكن شاركنا قليل اللي شاركونا من قطر، ونسعد بتواصلكم الجميل. ونذكركم بالارقام 7301081. إذا كانت الأرقام مشغولة أرسل اس ام اس مبتدئ بيوتر، وإذا أرسلت اس ام اس خليك قرب التلفزيون، لأنه في بعض الألعاب تحتاج وجودك أمام الشاشة. ومعانا ميمونة. ميمونة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا ميمونة؟ ممكن أقول أنشودة قبل ما أشارك؟ يلا قولي، سمعينا صوتك الجميل. خيركم لأهلي وخيركم أنا، هكذا الحبيب زفادي هلانا، خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب.
حبيب وزف هدية هلانا. الله، طب كملي النشيد حلو ما شاء الله، وصوتك ما شاء الله، صوتك ما شاء الله كمان حلو يا ميمونة. كيف أحصل على الجائزة؟ هتحصلي على الجائزة إذا 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 شاركتي معنا في المسابقة، والمسابقة سهلة. يلا تدخلي معنا في المسابقة. طيب طبعا بعدي بشارك أبويا. ما في مشكلة، حاضر حاضر. يلا عشانك حنطلع لك لوحة جديدة جميلة جدا، وتنتبهي إن شاء الله من ساهر عشان تفوزي. طيب يا ميمونة؟ إن شاء الله. يلا ناخذ الأرقام يا كنترول لميمونة اللي صوتها زي العسل ما شاء الله. يلا عندنا من 1 إلى 9 يا ميمونة، ساهر موجود، انتبه من ساهر عشان تفوز. يلا اختاري رقم. اختار 3. يا رب مو ساهر. 3. يلا حلو، ما هو ساهر. الكلمة وعكسها، أعطيك كلمة يا ميمونة تعطيني عكسها. طيب. الجائزة كوبون فور شباب كافيه، وعندك 40 ثانية. عكس كلمة ببطء يا ميمونة إيش؟ سرعة. سرعة، بسرعة، ممتاز. عكس الجاف. الجاف إلا عزم. يلا أنا جاوبت، أنا جاوبت. جاف، عكس الرطب جاف. عكس المنحني. الانحناء المستقيم. مستقيم، الله عليكي، مبروك. أبويا بيشارك. يلا ما في مشكلة يشارك. أيوة أبويا بيشارك، خليه يشارك، حياه الله. يلا ناخذ أبو ميمونة. الحين يجي. ها؟ الحين أبويا يجي، خذها. يلا حياك الله وحيا الله أبوك. ألو. حياك الله سيدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. نتعرف باسمك الكريم. عبد الرحمن، الله يطول في عمرك. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، تشرفنا باتصالك الجميل. الله يحفظك. الله يحفظك سيدنا. أستاذ عبد الرحمن من أي منطقة؟ والله من الجوف. من الجوف، هلا والله وحيا الله أهل الجوف الرائعين الجميلين. طيب الله يبارك فيك. طيب ما شاء الله صوتك جميل برضو زي ميمونة. أنا أي ها إن شاء الله، لكن ما في مشاركة. ما في مشاركة. طيب نأخذ المسابقة. نعم نأخذ المسابقة. أيوة أيوة. يلا نأخذ الأرقام يا كنترول للأستاذ عبد الرحمن. عندنا من 1 إلى 9. أستاذ عبد الرحمن في عندنا رقمين، رقم يحمل ساهر، إذا اخترته حتخسر على طول، وعندنا رقم شكلي بأختاره أنا. ها شكلي بختار ساهر لانه حظ. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ما تختار ساهر. عندنا رقم ثاني اذا اخترته حتفوز على طول، اللي هو سالك على طول تفوز. طيب. يلا عندك من 1 إلى 9. 3 اختارته ميمونة يعني راح، فاختار رقم يعني غير الثلاثة. غير الثلاثة من 1 إلى 9. طيب انا بقول 7. يلا 7 ساهر. بسم الله ان شاء الله ما يكون ساهر، لانه لو طلع ساهر سالك يا عمي، مبروك. يلا مبروك طريقك سالك، الجائزه 100 ريال تستاهل يا استاذ عبد الرحمن. والله يحفظ لك ميمونه وصوت ميمونه الجميل، الله يحفظها ان شاء الله. طيب يا اعزائي المشاهدين، هذا كان اخر متصل واخر متصله معانا في الحلقه الجميله الرائعه اللي سعدنا فيها بتواصلكم الرائع. احنا موجودين معاكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم من الساعه 10. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.